في المصالح الحكومية أنت محتاج توثيقات وتلف على أماكن توثق بيها شهادتك، خدمتك، معاشك، ضرايبك، أملاكك، استثماراتك، سجلك التجاري، حاجات كتيرة بتحتاج إن أنت توثقها. طبعا مصالح حكومية، ممكن محافظة، ممكن البلدية، ممكن الجمهورية، أي حاجة. لكن في المجمل ليه احنا بنلف اللف ده كله؟ علشان كل جهة ما تعرفش او مش متأكدة الشهادة دي هي المطلوبة ولا لا، او هي يعني صح ولا لا. فعشان يتأكدوا من صلاحيتها محتاج اللفة دي، محتاج حد يعمل تأكيد على صحتها، وختم بتأكد من ختم، وإمضاء بتعتمد إمضاء. في المجمل انت لو عندك نظام الباركود، وده هيطبق قريب في مصر ان شاء الله، هيغنيك عن ده كله. انت اي شهاده بتطلع لك بيبقى ليها باركود، والباركود ده خلاص بيتقري في اي مكان، بيتعرف ان الشهاده سليمه، حتى لو كانت صوره، حتى لو كانت مطبوعه من على النت، بس خلاص انت بمجرد بتقرا الباركود بيظهر قدام السيستم عند الموظف ان الشهاده دي مظبوطه. فما تحتاجش انك تلف كتير، جهه واحده او جهتين بالكتير تحتاجهم، بدل ما تلف على اربع خمس جهات عشان توثق شهادتك او ضرايبك او اجراءاتك القانونيه. ان شاء الله هتعتمد في قطاعات قطاعات، يعني القطاع الاول هيبقى اعتقد الاحوال المدنيه، وبعدها هيبقى وزاره التربيه والتعليم، وهكذا فلحد ما تتوحد في البلد كلها. نظام الباركود طبعا ده معتمد في دول كتيره في العالم، بيسهل كتير لك. الباركود ده بيبين كل بياناتك، متسجل ومربوط بشبكة قومية، بيسهل على الموظف، وبيقلل طبعا الطوابير في الهيئات الحكومية والدوائر الحكومية، وفي نفس الوقت بيوفر على المواطن وقت ومجهود وأحيانا فلوس. وبالمناسبة أنا في محافظة القاهرة دلوقتي، وهي دي مربط الفرس، وده اللي أنا بتكلم عليه النهاردة. مبنى جميل من أيام القاهرة الخديوية في ميدان عابدين في القاهرة، أو تعتبر القاهرة القديمة.